الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا. سيأتي زمان على أمتي تمات فيه الصلوات، إما بالعدم الخشوع أو بالسرعة أو يقول لك والله عمل عباد، ويشرف فيه البنيان حدث، ويكثر فيه الحلف حدث. تعالى السؤال كده، والله والله تالله بالله صحيح، والتلاعن يعني مثل عن بعضها موجود موجود طبيعي، هذا موضة طبيعي طبيعي، ويفشو فيه الرشا والزنا. سلم يا رب، ينتشر فيه، وتباع الآخرة بالدنيا. فإذا رأيت لك إذا رأيت ذلك فالنجا النجا. قال وكيف قيل وكيف النجا يا رسول الله؟ قال كن حلسا من أحلاس بيتك، خليك كأنك سجادة قطعة عصير وسجادة قديمة من الله سبحانه الله، وكف لسانك ويدك حتى يأتيك الموت. وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من عرض الدنيا. سلم يا رب. حدث، أنا لا أريد تعليق ولا، سبحان الله. يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه بصيرا، يعني بصير بالبصيرة، مش بصير يعني مبصر، لا بصير يعني بصير القلب يعني بصيرة، ويمسي وما يبصر شعره بير الحق، يظلم ويخون ويأخذ الأمانات الناس ويضيعها ويمنع الميراث، يعني نسأل السلام ظلم. أنا عملت إحصائية وجدت في بلد من البلاد، لن أذكر طبعا هنا لأنها بلد مسلمة، تدخل أمهات الزوجات في حياة بناتها بعد الزواج يخرب على البنات كل زيجاتهم، أغلب الزيجات تنتهي بطلاق بتدخل الحمى. تدخل الحمى، والعياذ بالله، العياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام. ما هو جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. المصيبة السوداء عندما يغيب تغيب حقيقة الإسلام، وانغلبك بالمال الغريب العيال. لا لا، أولا وهذه الأمثال التي خربت البيوت، دعوها البيوت تعيش كما هي، لا داعي لأن نضع أنوفنا في البيوت. لتسلكن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وإن ذراعا بذراع، وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلت لهم الخطة. انت عملت في اوروبيين ايه؟ والله احنا اوروبيين عملنا الباليه البجعة، اهو مالك، واحنا نعمل باليه البطل، ايه المشكلة؟ عندنا بلوة زي هي برضه. احنا يا اوروبيين ناس عملنا الرقص الايقاعي، البنات ينزلوا في الحمام السباحة يبقى الايه الرقص برا انا بحرة، حلو، واحنا برضه عندنا رقص ايقاعي. عندنا لاعبات تنس في اوروبا مش لابسين، واحنا عندنا برضه لاعبات تنس برضه مش لابسين. أتتبعن سنن من كان قبلكم. ما فيش داعي يعني معذرة في التخلف فضيلة الإمام، يعني لابد أن نتطور نتجدد نغير نسير. أي شيء يهدم القيم والمثل والمبادئ فهو تخلف ورجعية وجاهلية. المرأة طاقة لابد أن تستخدم في المجتمع، تستخدم في قاسم أمين، تستخدم في مرض الله سبحانه وتعالى، تستخدم في مرض الله عز وجل. يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور، بين العجز والفجور. يعني تقعد تلعب معانا ميسر وقمار، ولا هتبقى خابز وتروح تعيش مع زوجتك وعيالك، يعني تبقى عاجز كده وراجل اي كلام، راجل بيت كما قلت الان، دعوه جاهليه. نعم، فمن ادرك ذلك الزمان فليختر العجز عن الفجور. يقول ده انا عاجز، انت زعلان ليه؟ اصل ما هيوجه فين ولا من؟ يتهم المولى، معلش يتهم، يبقى يفصل من عملي، يتفنش، لا تضيق عليه الدوائر. هذا كلام واقعي موجود حقيقة. رزقه مكفور عند الله، امال هو مسلم ازاي؟ هو انا عبد لله ولا العبد لغير الله؟ لله. حد مين الرزاق؟ الله. حلو، انا لما اعصي ربنا هيرزقني، ولما اطيع ربنا هيمنع رزقه؟ لا، بس اذا كنت في قوم، الرسول صلى الله عليه وسلم، 20 رجلا او اقل او اكثر، الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصفحت وجوههم
فلم تر فيهم رجلا يهاب الله عز وجل فاعلم ان الامر قد حضر. الساعة الساعة اي امر؟ خلاص الساعة حان حينه. ها يعني ما دام مثلا ايه الف شاب ما شاء الله شباب الصحوة او مش الصحوة يعني شباب من الامل الامة وعليهم مع راقصة رايحين يمين وشمال وقال 20 لا 20 اكثر اقل 20 الف الاستاد. فيظهر شرار امتي على خيارهم حتى يستخفي منهم المؤمن كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الله. المدينة كان فيها كم منافق؟ 17 صحيح. عبد الله بن ابي وما كان احد يعرفهم. وسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن خلاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحذيفة بس. نعم. فدول بيستخفوا يعني لا عمر يعرفهم ولا ابو ولا عثمان. حتى عمر سأل عن ايه بالضبط كده. ف المؤمن يختفي الان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كما كان المنافق يختفي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. حدث ام لم يحدث؟ حدث. طيب يبقى ده صدق رساله ولا مش صدق رساله؟ صدق. جميل جميل. خد يا سيدي كمان. طبعا معروف قضية ال 1400 اللي كانوا في